سنريكم المشهد فوق جبال أراكات من على ارتفاع 2000 تقريبا من 100-150 متر. تفضل. نحن متوجهون إلى كاريليج بحيرة الحجر. اليوم ثبتنا لكم عدة أشياء. خلي شوي نتفلسف. أولاً ثبتنا لكم بأنه مو بس بالطائرات نقدر ندخل داخل الغيم، لا والله بالسيارة احنا دخلنا بالغيم صحيح؟ وراح نثبت لكم شيء آخر، مو بس السحرة يقدرون يمشون فوق البحيرة، ترى احنا جماعة أرارات للسياحة ولا نرافقهم نمشي ونمشي جماعتنا فوق البحيرة. هسه بنشوفوها أعزائي، رقمنا موجود مع تقاريرنا، تقدرون تتصلون بينا حتى ننظم لكم جولة إلى هذا المكان. شو أقول لكم؟ الجميل أكثر من هذا ما أقدر أقول لكم يعني. جدار من الثلج. أريد أذكركم بس اللي يحب يشوف هذا المشهد، احنا اليوم 11 بالشهر من شهر مايس، فيقدر خلال هالشهر كلها يعني نهاية الشهر واحتمال منتصف الشهر السادس ايضا يزور ارمينيا ونصطح بين هذه المنطقة حتى يشوف هذا المشهد. فاللي يريد خليه يتفضل يتهيأ ويزور ارمينيا بهذه الايام.